وجهتنا اليوم يعني سيرتنا اليوم تدرون وين؟ سوق شرق. ايه متحف الحرف التقليدية. ها يا ربوي الحقوني. القناة المائية. احنا ما تقولوا لي بعد شو القناة المائية؟ يعني نسميه نحن الوادي بالعامية مالنا، نقول الوادي. ها ليش الوادي؟ لأن الله يسلمكم يوم ينزل المطر ويكون على مرتفع على يبل ولا هذا، هذه القناة تصرف وين تودي؟ سيدي على البحر. طبعا الطول ما شاء الله 700 متر والعرض 5 أمتار. هذا بعد لا وغير يوم الماية، ماية البحر تكون ساجية يعني مرتفعة، الماية هنا ما شاء الله عليها ترتفع. انت لين هنا يعني يوم ادش داخل كذي يوم تسحب الماية انا كذا تشوفوني مثل ما انا، يعني يوم ترجع الماية تنزل ما شاء الله. انصحكم انكم اتون ويا عائلاتكم تتمشون في هالمكان هذا. هو ولا أروع. الغريب إن هنا في هالقناة المائية هاي عقب ما تطلع تتمشى أنت وعائلتك شو تحصل قدامك؟ هذا هو سوق شرق. بعد ما يباله سوق شرق في أشياء ما شفتوها بحياتكم، والجميل إن بعد تعرفون عيالكم على الأشياء هذه الداخلية هاي. لا بعد والأجمل إن وراء هذه القناة المائية شو؟ ميناء خور فكان ما شاء الله عليها. طلعوا شكرا طلعوا وجدامه مثل ما قلت لكم الوادي. لكن والله وبالله بخذكم جولة في هالسوق هذا لتنبهرون من اللي بتشوفونه داخل. ها وراي يلا وراي سوق شرق. طبعاً من الأشياء الأثرية التي تحيط بسوق شرق برج الرابي، وكثير أيضاً هني من الأبراج الموجودة، وأيضاً حصن خور فكان القديمة. طبعاً برج رابي قديماً كانوا يستخدمونه للحروب، للحراسة أيضاً، الحراسة الحدودية أو مراقبة السفن التي من بعيد، وايضا لمنع اي شيء خطر على هذه المدينه الجميله اللي هي مدينه خور فكان. نصير السوق ولا بعدنا ما نصير؟ يلا صرنا السوق. سوق شرق تدرون متى تاريخه هذا؟ 1900 وكم؟ يلا قولوا كم؟ 45. يعني لا أنا انولدت ولا أنتوا أعزائي المشاهدين انولدتوا. والفوق هذا كان قبل بس دكانين. هذا ما الحين نقول دكانين، قبل نقول دكانين الحين اتطوروا وقالوا محلين.
عقب 20 سنة زادوا عليهم كم؟ 10 محلات، 11 محل، واستول 13 محل على هيك الأيام. 13 يعني وايد. ف2019 هذه معلومة حطوها كلكم هنا بالذاكرة، 2019 افتتحوا هذا المكان. ومن اللي افتتحه؟ افتتحه عزيز غالي على قلوب كل شعب الإمارات، سيدي وقائدي سمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي. ومن بعد الافتتاح أصبح هذا السوق، هذا لهذا اليوم ولهذا التاريخ ولهذه الساعة، أصبح واجهة سياحية لكل من يزور هالإمارة أو يزور هذه الدولة. حتى أنتو أنا أقولكم تعالوا شوفوا هالمقاناة، والله العظيم إذا جيتوا بتردون أتون الأولى والثانية والثالثة. أصبح هالمكان هالسوق هذا واجهة سياحية من الدرجة الأولى. أدري بكم تبغى تعرفون وين بسير، ما بقولكم، لكن لجل خاطركم بقولكم، بنصير السوق المثقف، يعني الملحف، نحن نقول عنه الملحف. يا ربوي وراي. وقف الكلام، وعديبكم اني بوديكم السوق المثقف، يعني المصقوف. تعرفون قديما هالسوق هذا من شو كان مبناي؟ من طين اللي هو اليص وحصى مال البحر. انزين خذ المعلومات، والله هذا السوق هذا فيه معلومات هالكثر. عارفين كم مساحة هالسوق هذا؟ 500 متر مربع. تعرفون من شو مبناي؟ انا بقول لكم، ما لا تتعيلون معلومات، هذه لازم تحطونها. انا السقف ماله من الدعون والحصر، ها اما السنطوانات من الكندل الاولي، صيف وشتا تعال ما في اي مشكله، مكيف يا ضربك. تعال بويه شوف الدكاكين الاوليه، القهاوي الاوليه بتحصلها هنا، حتى الاغراض الاوليه اللي تشترونها من الدكاكين كلها مطاعم قديمه بتحصل هنا بهالسوق هذا. انتم تعرفون وين بنصير؟ متحف الحرف التقليديه. ها شو رايكم؟ يلا بويه. هلا بالحبايب، والله هلا. زين الحين هذا المكان اللي انتم فيه شو اسمه؟ شو يسمونه؟ المحل الحلاق. ها يعني انتم طورتوه وسميتوه الحلاق. قديما شو كانوا يسمونه؟ الحسان. وفي كلمه اقدم عن الحسان يقولون عنها المزين. المزين والحسان، المزين لانه يزين الشخص يخليه حلو، والحسان يحسنه. انتم تدرون قبل انا يومي الحسان شو اسوي؟ ابوي يبني بطعقات طاخ طاخ، لان شعريه يبا طاخ، كله قام الوصول على اساس على على علشان شو؟ علشان يشلون هالفرو هذا طاخ. ويا السنين يوم وي يجلسوني على هالكرسي هذا، كان هم يجلسين امير، كانك امير يالس، وياب هالفودر هذا وياب هالمكينة هاي الاوليه. عاد قام هذا الشعر، هذا الشعر هذا ما يقصه مقص يا بوك، مقص ما زراعة ما يقصه،
لكن يقصونا لو الاوليين اقول يقصونا ويابا هالمشط هذا هذا تضحكون ها صدق ترى اقولكم صدق كذا هاي 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 هذا انت ما لحقت علي تضحكون لو لحقين علي شو بسوون انا اقول شو بسوون ايه على الحلاق الاولي اقول هي على الحلاق الحين انتم جالسون خوم ها شو تبون؟ ابا عفر خير لي جاب الماكينه حطها لكم فودر لكن قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله وثم الحمد لله وثم الحمد لله انزين شو تقولون حق احبابكم ومشاهدينكم؟ قولوا لهم تعالوا 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 خور فكان خور فكان السوق القديم السوق القديم يلا 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 تعالوا حبايبي تعالوا حبايبي يلا نصير يلا نصير يلا نصير سيدي جسم بلي اروح جت فر مني العقل وظل الجسم مطروح مطروح كل العرب هونت وانا سقي الروح يا مال يا مال يناكم يا اهل البحر ها شو بعد شو اقول يناكم يقول لك البحر له ناس لفيحة يعرفون التوحة من اليرة ما بكل منتاح سريحة وقال هذا خيطي وبيرة الله يرحمك يدتي كانت يوم تشوفني يالس وانهم ودندن تقول لي هي انت مخلف مولف نحن أغلى يا ما نعرف شو مخلف مولف قلت لها يدتي شو يعني مخلف مولف قالت لي هذا الكلام والشلات هذه اللي تشلها الله يرحمه حياة يدك كانوا يأخذونه نهام يوم يطلعون الغوص ولا يوم هو اللي يأخذونه وينهم يقول كلام زين قلت لها يدو قولي لي قالت لا أبوي الكلام تجيل عليك إذا أقول لك إياه ثجيل عليك اي والله فعلا كلام الاوليين ثجيل ما يتحمله الواحد ويا مال ويا مال ويا مال يا مال يا مال الله على مطر ودعتكم يا نظر عيني أنا الجرب انا بقول لكم نشوف هاي الجربه الجربه هذه بارك الله فيكم تتصنع من حاشاكم الخروف من الماعز من هاي الجربه كانوا الاولين يستعملونها في اشياء وايده حق تخزين الماء مثل ما قلت لكم حق الحليب حق اللبن وحق
بعد لا تنسون الفخار هنا، الفخار الله يا الفخار، الحب الله على الحب، الحب قبل يحفظ لك الماي يخليه بارد نستعمله في البيت، لا بزيدكم من الشعر بيت بعد، واخر الطب شو ما اسمع، لا الكي، لانك خذيت واستعملت كل شيء ما فاد. قال بو ايه يبوه خل نوسمه، اقول خل نوسمه، وفعلا الوسم سبحان الله يفيد. تدرون بعد شو لحيامة، نسينا نقولكم على لحيامة، لحيامة طبعا اوصى بها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحيامة مفيدة تقليك ما شاء الله عليك نشيط نشيط، حيامة قبل ما بنفس حيامة الحين، قبل يجيبها القرون هذا القرون وحطه وآزم. طب شو رايكم؟ إن شاء الله بس استفدتوا اليوم مني أشياء وايد وايد، أدريكم أدريكم بتقولون فعلاً أنت يا سعيد أفدتنا بأشياء، لكن بعد اسمعوني سعيد معلومات يوعدكم إن الحلقة الجاية فنان جديد والمكان جديد، حتى المعلومات جديدة عليكم أنتم ما بعلي أنا.